يهتم المسرح منذ القدم بإعداد الممثل، والذي بدأ مع المخرج الروسي ستانسلافسكي. ففي الوقت الذي انشغل فيه المسرحيون بإعداد الممثل، فإنهم لم يهتموا مباشرة بالمتفرج كاهتمامهم بالممثل، كون المتفرج يتلقى. النظرات تختلف، والذي تراه أنت لا يراه هو، وما يثير انتباهك لا يحرك شيئا في الآخر. فإلى ماذا يعود هذا الاختلاف؟ المسألة تتعلق بماذا نقدم للمتفرج كي نعد هذا المتفرج. نحن كمسرحيين أو نحن المسرحيين اللبنانيين والعرب وغير العرب، كيف نربي هذا الشعب كي يصبح لديه عادة فرجة؟ حتى الرقص مثلا، دخلنا الرقص، هناك مقال نزل في جريدة السفير عن الرقص تلقى من ريبورتاج انعمل لحضرتك عملتيه، انه الرقص مش الحق على الراقص او الراقصه. المساله تتعلق بالمتذوق الرقص، هل ننظر الى الجسد او الى المعنى الذي يعطيه الجسد؟ الجسد يعبر فنيا، لماذا الرقص الباليه لا ننظر اليه كالرقص الشرقي؟ التصفيق عاده تتم حين تستثار فيك المواقف المؤيده او الرافضه، واحيانا تتم كتبعية ليد صفقت. لما انت بتزقفي على مطرح مش لازم تزقفي عليه، او بتضحكي بمطرح ما بيضحك، فثقافتك بتختلف عن ثقافتي، اللي انا مش عم فين اقدر اضحك على المكان. في حق موجود على المرسل، اللي هو المخرج، على النص، الممثل، على اداء الممثل، على كل العرض. الانقطاع بياثر على استمراريه هذا المتفرج وعلى تطوره، الانقطاع. ولازم يكون في اصلا تسهيلات للمتفرجين، للناس يشوفوا عروض، يكون عروض مجانيه، عروض بالشارع، عروض بالهواء الطلق. مش ضروري كل عروض يكون بصالات مغلقه ومكلفه. ان تكون متفرجا حقيقيا يعني ان تكون قادرا على التمييز بين الغث من السمين والجيد من الرديء بين الفنون. وهذا يعود الى التربيه على الفن والى التربيه المدرسيه والجامعيه والمجتمعيه، أي إعادة الفرجة وكثرتها وتنوعها التي تفضي إلى حسن الانتقاء والتمييز. دلال بزي، قناة الجديد.